اتكلمنا في الفيديو الاولاني، وده التكمله بتاعته في الفيديو التاني، وعملناها على اكتر من فيديو. انا اسف عشان المساحه بس ما تبقاش تقيله واحنا بنرفع الفيديوهات. تمام. اخر حاجه كنا قلناها ان احنا هنفك وحده الليزر عشان نشرح عليها. فكنا وحده الليزر ازاي؟ 3 مسامير من قدام، ادي واحد مكانه، 2 على اليمين، الشمال هتلاقيه هنا في النقطه دي، ولو ما كانش باين عشان الاضاءه قوي انا اسف. يعني هو مبدئيا الفيديو ده تجريبي، وانا عملته عشان خاطر برضو ايه، انا كان في حاجز ما بيني وما بين ان انا اعمل فيديو صيانه، وكل يوم اقول بكره وهعمله بكره وما بيجيش الوقت. فانا قررت ان انا خلاص انا دلوقتي هعمل فيديو صيانه على اي وضع وانا في البيت عندي. تمام. عندي طبعا وحدات ليزر وقطع غيار بالعبط يعني. فجبت وحده ليزر وشغلت الموبايل وقلت يلا صور الفيديو دلوقتي. فانا اسف على عدم الجوده اللي في الفيديو، بس ان شاء الله وعدكم من المره الجايه الدنيا تبقى فيها احترافيه اكتر. تمام. نكمل الكلام على عطل 322 و326. بعد ما فكينا ال3 مسامير طبعا هنفك الجاك ده، نشيل المولد بالمنظر ده. تمام. احطه على جنب زي الفل. المولد ده عباره عن ايه؟ المولد ده اولا في الدايودين ليزر او لمبتين ليزر بمعنى اصح، الاتنين بيطلعوا شعاع. تمام. الشعاع ده اللي بيبقى ماسك وظيفه الضوء على الدرام. مش عايزين نتكلم في نواحي كتير، بس هو وظيفته ان هو بيتعامل مع الدرام، يعني بينقش الكلام على الدرام ك ك ك كشحنات يعني. تمام. او بيفرغ الشحنات. اليونت الليزر ده طبعا قلنا الدايودين مكانهم هنا تحت الستيكر ده، وفي الاخر بيطلع الشعاعين يقابلهم منشور، يجمع الشعاعين ويطلعهم من هنا من الفتحه دي. تمام. زي الفل. من بعد كده ايه اللي بيحصل؟ الشعاع بيعدي على وحده الليزر البوكس ده، وظيفة البوكس ده ان هو بياخد الشعاع بيفرشه على الدرام. بيفرشه ازاي؟ ايا كانت الطريقة هنفتح طبعا البوكس ده دلوقتي ونشوف الدنيا جواه شكلها عاملة ازاي، وهنشرح شرح سريع كده وحدة الليزر بتشتغل ازاي عشان نعرف ايه الغلط اللي بيحصل. لحظة. بعد ما فكينا الغطاء بتاع البوكس، تمام، احنا فكيناه ازاي؟ طبعا ال4 مسامير بتوعه اماكنهم اهم فكيناهم، وفي كليبسين هنا عشان الاضاءة بس تبقى واضحة، كليبسين من قدام على اليمين وعلى الشمال بيتفكوا، وبعد كده تطلع بالايه، بالغطا بتاع البوكس. اطلع بيه فوق، اركنه على اي جنب. تمام. هنقابل هنا ايه، البوكس من جوه، وهو عباره عن شويه مرايات، وفي الماتور السداسي ده، وكلهم ليهم وظيفه اللي هم في السريع عباره عن ايه، طبعا الشعاع بيخش من هنا من الفتحه بتاعه المولد، بيعدي هنا كده ينزل على السداسي ده، السداسي يستقبل الشعاع من طبعا الشكل السداسي ده يعني عباره عن موتور بيلف. تمام. وفي على كل ناحيه من السداسي مرايه، من الطرف هنا في مرايه، فالشعاع بيجي بيعدي بحته الازاز دي، السداسي هو بيلف يقابل الشعاع بالمنظر ده، التضليعه اللي في السداسي دي بتعمل ايه؟ بتاخد الشعاع تفرشه على المخرج بتاع الليزر من هنا. تمام. الفرشه دي يكون الدرام بيلف طبعا، بتعمل عليه، بترمي عليه الضوء عشان يعمل عمليه تفريغ الشحنات. ليه؟ من ضمن دايره كبيره في معلومات عن نظريه التصوير والطباعه، فهنتكلم عليها بعدين، فخلينا في وحده الليزر. طبعا قلنا الوظيفه ان الشعاع يجي من هنا على السداسي، السداسي يستقبل الشعاع يفرشه على الدرام. تمام. وفي اخر الشعاع ما بيتفرش في مرايه هنا، يعني الشعاع بيمشي ابتداء من هنا ينتهي هنا، وهو بينتهي هنا هيلاقي هنا مرايه اللي هي دي. تمام. المرايه دي تاخد الشعاع تعكسه على حاجه اسمها ديتكتور هنا، او اللي هو المكتشف. الديتكتور ده وظيفته ايه؟ ان هو في الوقت اللي الليزر بتشتغل فيه بيبقى عارف ان في مثلا شعاع ليزر طالع فيتعكس عليه، اول ما يستقبل شعاع الليزر يعرف إن اساسا في ضوء دخل، يعني مفيش مشكله في وحده الليزر. تمام. هو وظيفته ان هو لو يعني حطوه هنا ليه بالظبط؟ لان هو عايزين يكتشفوا وحده الليزر دي اثناء الشغل مثلا بتاعه المكنه، الليزر فعلا الضوء بيترمي على الدرام ولا لا، فحطوا الكاشف ده هنا، قالوا لو الضوء هيتعكس يجي يرجع للكاشف ده ويخبط فيه، يبقى فعلا وحده الليزر ادينا لها الاوردر وهي بتنفذه. انما لو الاوردر بيتنفذ
والديتكتور ده ما لقطش ليزر، ما لقطش الشعاع بتاع الليزر، بناء عليه المكنه تفهم ان لا خلي بالك وقف المكنه لان شعاع الليزر مش شغال، وده هيديك اكيد يعني لو شعاع الليزر مش شغال ومش واصل هتلاقي الورقه مثلا طالعه بيضه. فده من نظام السيستم الامان اللي هم عملوه في المكنه عشان خاطر لو في حته عطلانه في المكنه، المكنه ما تشتغلش اساسا، ما تفضلش تطلع لك ورقه ابيض وتهدر لك في الورقه وبتاع، وده طبعا